أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، بينما مال التعاملات المصرية للشراء وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 725 مليار و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إيجي إكس 30 اليوم بنسبة 29% وأغلق عند 11535 نقطة. أيضا انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 8% وأغلق عند 1983 نقطة. امتدت أيضا الانخفاضات لإيجي إكس 100 الأوسع نطاقا وانخفض بنسبة 2% وأغلق عند 2991 نقطة.